لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بكم دكتور. أهلا بكم، حياكم الله. دكتور عبد الحميد، بالتزامن مع المجزرة التي ارتكبتها عناصر القبعة الزرقاء التابعة لميليشيا السرايا في النجف وتصريحات الصدر بأن أسلحة ميليشياته هي الورود، كيف يفسر إذن استخدام السلاح الأبيض والرصاص الحي على المتظاهرين السلميين؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، المتابعون أو الجماهير اليوم في الشارع العراقي باتوا يدركون حقيقة هذه الألاعيب، وانكشفت أمامهم كل هذه الخدع التي كان يستخدمها مقتدى الصدر وغيره من الأحزاب، أحزاب السلطة، فكلهم في خندق واحد وكلهم في سلة واحدة. هؤلاء كلهم يتلاعبون بالألفاظ، محاولين استخدامها لخداع الشعب وللرقص على آلام الناس. هذه الأكاذيب، هذه الشعارات تكذبها أفعالهم، أفعال ميليشياته، أفعال أتباعه حينما واجهوا الناس بالرصاص الحي، خاصة يوم أمس في مجزرة النجف بالرصاص الحي وبالهراوات وبالسلاح الأبيض. ونتيجة هذه المجزرة كانت يعني أعداد كثيرة كبيرة جدا من الشهداء ومن الجرحى، رغم أنهم بعد ذلك أيضا حاولوا تكذيب هذه الأرقام. كيف يمكن وصف ما جرى في النجف من قتل ومحاولة لفض الاعتصام بالقوة والذي هو بالنهاية اعتصام سلمي؟ ذكرنا نحن يوم أمس في بيان يوم أمس حذرنا من مثل هذا الأمر، وسبق أيضا منذ الأيام الأولى أن حذرنا من مثل هذه الأمور، وقلنا أن أحزاب السلطة غير مستعدة لتقديم أي تنازل للشعب العراقي، هي غير مستعدة للتنازل عن هذه المناصب وهذه الكراسي التي جلبت لهم هذه الثروات على حساب الشعب العراقي. لذلك هم حاولوا الاعتماد على منهجين بمتوازيين، المنهج الأول وهو ممارسة الخداع بحلول تخيعية وبنوع من الإبر التخدير وغيرها، والأسلوب الثاني أو المنهج الثاني هي استخدام القوة. فما حدث يوم أمس هو حلقة ضمن سلسلة الاستخدام للقوة بحق هؤلاء الشباب، وما حدث أمس يوم أمس لا ينفصل عما استخدمته هذه الأجهزة الأمنية من القناصة ومن القنابل الدخانية التي كانت تخترق جم الشباب في ساحة التحرير وفي غيرها. نعم دكتور، أين كانت القوات الحكومية من هذا الهجوم الذي استمر لساعات دون أي تدخل أمني أو حماية للمتظاهرين؟ هي تحمي المهاجمين، هي تحمي الميليشيات، هي تؤمن لهم الطريق، وهي ربما تستغل مثل هذه الأوضاع للمزيد من الاعتقالات، لأن هدفهم، هدف القوات الأمنية وهدف هذه الميليشيات واحد، وهو محافظة على كراسي الأحزاب، على المناصب، على هذه العملية السياسية. هم كلهم في خندق ضد الشعب العراقي، ضد مطالب الشعب العراقي، ضد هؤلاء المدنيين الأبرياء الذين يطالبون بحقوقهم المسلوبة. الأجهزة الأمنية كما الميليشيات كلهم مجرمون، كلهم قد ساهموا في حماية الظالم، وكلهم قد ساهموا في ما وصل إليه الشعب العراقي من هذه المآسي. إلى أي مدى يعد العنف المتصاعد في الأيام الأخيرة من قبل الميليشيات باتجاه الثوار محاولة لحرف الثورة عن مسارها السلمي منذ اليوم الأول؟ يعني يحاولون ذلك، لكن رأينا أكثر من مرة أن الشعب، أن يعني شباب هذه الساحات قد حافظوا على هذه السلمية ولم ينجروا إلى العنف الذي تريده هذه الميليشيات وتريده هذه الأجهزة الأمنية، رغم أن العديد من الشيوخ العشائر ومن هؤلاء الشباب من التنسيقيات يعني قالوا وأعلنوا أنهم ليسوا عاجزين عن الرد بالقوة على مثل هذه التصرفات، لكنه يعلم أن السلاح السلمية هو أقوى سلاح لمواجهة هذه التصرفات، لأنه يسحب البساطة من تحت أقدام
هذه الأحزاب ويعريهم أمام العالم. لكن هنا لا بد أنه نوجه نداءنا إلى العالم الذي لا يزال يتصرف بخجل أمام هذه التصرفات ويسكت أمام هذه الدماء التي تسيل. شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الحميد العانية، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، كنتم معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.